الحين خلاص بنبدأ في بداية الطبخة الجديدة اللي قلنا لكم عنها. الحين بنحط الحشو. أول شيء بنسوي الحشو عشان نخلص منه. حطينا البصل وبنبدأ في الحشو. شوف تقطيع البصل بالطريقة هذه. هذا جزء من مكونات الحشو اللي هو الحمص المجروح. نسلقه لين يستوي بس. خلاص شوفوا الحين حطينا الدجاج وبنصب عليه الماي. نصب الماي بنخلي لين يفوح عشان نشيل الزفارة حقته. خلاص بنحط مطيبات وشوي بصل بس عشان نشيل الزفارة. هذا من مكونات الحشو. بننقع الزبيب. شوفوا يا جماعة عشان يصير الحشو بالطريقة الصحيحة نصب عليه شوي ماء. طبعا احنا ما صبينا زيت نهائيا الحين. لما يقلب وتغير لونه طلع لونه بدا يتغير لين نوصل للقوام اللي احنا نبيه. الحين الخطوة الجاية الملح. الحين مرحلة الزيت. طبعا احنا في البداية ما حطينا زيت، كل التحمير ذب الماء. وحين مرحلة الزيت نحط الزيت سامن اللي انت وراه طريقته. بعدين بنحط عليه البهارات. طبعا البهارات ليمون اسود وهيل واللهم صل على النبي درسي. هذا اي درسي تذكار قبل بيوم كذا. خلاص الحين زبيب. نحط زبيب. تبقى خطوة أخيرية إن شاء الله نحط شوي ملح ونحط اللي هو الحمص المجروش. احنا قلنا لكم مساء أن آخر خطوة بنحط الحمص المجروش. في نقطة ثانية بس نسيناها اللي هو طبعا ذي الاختيارية. ذرة شوفوا اختياري، كل هالأشياء اختيارية. خلاص الحين ما بقى شيء. هذا الخطوة الأخيرية اللي قلنا لكم عنها، هذا هو الحمص المجروش. بس هذا حين الحشو اكتمل. حركة بس. خلاص الحين الدجاج شوفوا استوى. خلاص الحين بنحطه طال عمرك نتنشف عشان نقليه. تبهيرة خفيفة على الدجاج، بهار مشكل بس شوي عشان ايش القلي يعطي طعم كويس. بس كل المطيبات اللي حطيناها الحين بنشيلها، مو محتاجينها في حق العيش، كلها بنشيلها عشان تصير المرقة كلها ايش صافية. يلا الحين بنكب العيش. طبعا احنا منقعينه تقريبا نص ساعة. خلاص الحين بعد ما كبينا العيش نحركه تحريك بسيط عشان ما يتكسر ونطول عليه النار. طبعا الحين خلاص بنركب الزبدة، وهذه اختيارية كل على حسب اللي يحبها. زيادة دهن يحط زيادة، احنا هذا مقياسنا 11 شيلة. حطينا اربع، بنحط عليه شوية زيت عشان يتل العيش. خلاص الحين بنحط شوية زيت بس عشان يتل العيش. خلاص الحين بدأ ايش يدش بيوته على قولة اهل الكويت حبايبنا. واحد بنقصر على النار زين على اقل شيء. يلا الحين بنحط الحشو على العيش بس بنخليه من جهة واحدة، لأن في ناس ما يحبون الحشو ولا شيء عشان ما تلوينه بس خفيفة. ناس تحط مانجو الزعفران، مو متوفر عندنا، حطينا ايش تلوينة خفيفة عشان تعطي لون. بقى بعد شوية هيل زين عشان يعطي خنة وطعم. بعد خلاص نكتم عليه نخلي 25 دقيقة. خلاص يا ابو الحين شوفوا ايش عشانا. وهذا ايش كبستنا اللي يقولون عنها الكبسه الكويتيه، مكبوس كويتي. نشيل الحشو ونحطه على جنب وبعدين بدنا نشب صوانينا. يلا هذا عيش. انا شوف النثريه طالع 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 الحب شطلاها. شفته شفت شلون هذا طبخته. يلا هذا الحشو بنوزع على الصواني. ها يلا. وهذا دجاجنا
على الصينية بالطريقة هذه.